تفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى قد أرشد الناس إلى الحق ودلهم عليه، وفطرهم أيضا على الهدى، وعرف الله سبحانه وتعالى بنفسه لعباده، وذلك بتعريفهم بآياته وما خلق الله سبحانه وتعالى في عقل الإنسان وحواسه من تأمل وتدبر في آيات الله في الكون. والله سبحانه وتعالى قد جعل الآيات وجعل المخلوقات كلها تدل على عظمته سبحانه وتعالى، والناس إنما يضلون إذا جهلوا مقدار الله سبحانه وتعالى وعظمته، وإذا ضعف الله عز وجل في قلب الإنسان ضعفت العبودية، وإذا عظم في قلب الإنسان الله سبحانه وتعالى فإن العبودية حينئذ تعظم. أعظم البلاء في البشرية هو الجهل بالله، وأعظم التوفيق والهداية هو العلم بالله، فبمقدار ما في قلبك من تعظيم الله تترجمه إلى أقوال وأفعال، وبقدر من تعظم تكون العبودية منك إليه ولو عظمت شيئا حقيرا. ولهذا هناك من يعبد الفأر لأنه عظمه، ومن يعبد البقر لأنه عظمه، ومن يعبد الكواكب لأنه عظمها وتوهمها أنها عظيمة. الصراع في الأرض هو صراع عظمة حقيقية مع عظمة وهمية. العظمة الحقيقية هي عظمة الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله سبحانه وتعالى يعرف نفسه لعباده ببيان أسمائه وصفاته، ويعرف الله سبحانه وتعالى أيضا نفسه لعباده بالدلالة على مخلوقاته الشاهدة على عظمته. ولهذا الله عز وجل يأمر عباده كثيرا بالتفكر بالسماء وكيف خلقت، وكيف جعلها الله عز وجل أطباقا، وكيف خلق الله عز وجل الأرض وجعلها أيضا أطباقا، وكيف خلق الله عز وجل الإنسان، وكيف بسط الله عز وجل الأرض ونصب الجبال وأجرى السحاب والرياح، وكيف يدير الله عز وجل عجلة هذه الكائنات. فمنها من عجلته وحياته يوم، ومنها من هو يومين، ومنها من هو ثلاث، ومنها من عمره أطول من ذلك. عجلة الحياة والموت شاهدة على عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يدير ذلك. لهذا يجب على المؤمن أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الصراع الحقيقي في الأرض بينه وبين أعدائه هو مغالبة في العظمة، عظمة شاهدة لله جل وعلا، وعظمة وهمية يختلقها الإنسان في قلبه لإله يظن أنه إله. الإنسان يصرف المحبة إذا كان الذي أمامه يظن أنه محبوب لصفة غلا فيها، أو يخاف من غير الله لأنه توهم قدرة وعظمة مصطنعة ويرجو غير الله كذلك. الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بالتفكر بمخلوقاته، وكذلك أيضا تأمل آثار الله عز وجل في الكون من أسمائه وصفاته. الناس يتوجهون بعبادتهم لمعبوديهم بمقدار العظمة، من عظم عبد الذي يعظمه، ومن حقر سفه من يحقره، وأعظم بلية ورزية تكون في قلوب الناس إذا استصغر الإنسان ربه وعبد غيره، فإن ذلك أعظم البلاء وهو أعظم الظلم. لهذا الأنبياء يدعون إلى التوحيد، لماذا؟ لبيان عظمة الله عز وجل الحقيقية، ثم بعد ذلك ينشأ من الإنسان العبودية لله سبحانه وتعالى بأن يوحد الله عز وجل لا شريك له في أي معبود. الله سبحانه وتعالى بعث أنبياءه عليهم الصلاة والسلام ليدل الناس إلى الحق ويرشدوهم إليه، ويأتوا بالأدلة والبراهين أيضا
لبيان ذلك، ولكن الشياطين يحرفون البشر، ولهذا الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، خلقتهم على فطرة وجعلت في الشياطين قدرة للمغالبة والمصارعة، فالمنتصر حينئذ هو الغالب، والغلبة لله، والعاقبة للتقوى، والعاقبة لمن اتقى. والله سبحانه وتعالى يأتي بأنبيائه ورسله وأدلته وبراهينه في الأرض، ويأتي بالمعجزات، ويأتي بالآيات اليسيرة. الإنسان يبتلى بمرض ويبتلى بسقم لأن الله عز وجل يريد أن يبين له ضعف البشر. يأتي تجد العظيم الذي تدين له البشرية، يدين له دولة أو مملكة أو أرض أو قرية، سيدا وجيها في الناس، ثم تجد أن الله عز وجل يسقطه في لحظة، إما بموت أو بمرض أو غير ذلك من نكبات الدنيا. وهذه الأمور وهذه الشواهد يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين للناس ضعف أولئك الذين ينافسونه في العظمة، ولكن بلية البشر ومصائبهم في ذلك أنهم يخرجون من عظيم وهمي إلى عظيم وهمي آخر. والله سبحانه وتعالى هو العظيم وحده، لا ند له ولا نظير في تلك العظمة. ما من شرك يكون في البشر وكفر إلا هو بسبب الجهل بعظمة الله، وجعلت هذه العظمة لغير الله. الله جل وعلا ينادي البشر ويخاطبهم ويبين لهم أن سبب جهلكم بي وبعبادتي أنكم جعلتم مقدار عظمتي في غيري. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما هو السبب في الوثنية؟ ما هو السبب في عبادة الأصنام؟ ما هو السبب من الخوف من عظيم وهمي؟ السبب أنك جهلت الله فعظمت غير الله. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد كثيرا أصحابه، ويرشد أيضا الناس إلى بيان مقدار حق الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله عز وجل على وجه الحقيقة. لماذا؟ لأنك إذا عرفت الله على وجه الحقيقة ضعف في قلبك غير الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في السنن عند أبي داود وغيره من حديث جبير بن مطعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على منبره فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاع العيال وضاعت الأنفس، فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. عظم غير الله لجهله بالله، فجعل الله شفيعا لمحمد ليغيث محمد صلى الله عليه وسلم الناس. التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ويحك أتدري ما الله؟ ويحك أتدري ما الله؟ فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يسبح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يهلل الله عز وجل ويسبحه حتى رؤي تغير ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما الله؟ الله فوق عرشه فوق سماواته، وهو فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته، وسماواته هكذا، وبسط في أصبع على بيده بكفه على هيئة قبة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهذا الأعرابي أو هذا الرجل أنك لجأت إلي بسبب جهلك بعظمة الله، فأراد أن يدله كذلك على عظمة الله سبحانه وتعالى. جاء في المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عباس بن عبد المطلب، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا موقوفا من حديث عبد الله بن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى سحابة تمطر فقال له: ما هذه؟ فقال لأصحابه: ما هذه؟ قالوا: سحابة. قالوا: ومزن. قال: ومزن. قال: وعنان. قال: وعنان. قال: قالوا: وعنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين السماء ما بين الأرض وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين: لا تظنوا أن الغيث يأتيكم من هذه التي بينكم وبينها مئات الأمتار، الأمر هو أعظم من ذلك. ولا تظنوا وتعلقوا قلوبكم بما يأتي من وبيص أمل من سحاب تمطر، أن ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام.
وأن ما بين كل سماء إلى السماء التي تليها مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وأن ما بين أدنى العرش وأعلاه مسيرة 500 عام، والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. ضلال البشرية أنها تعيش في دائرة ضيقة وتتوهم أنها القوية، فما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله سبحانه وتعالى يعرف نفسه بعباده لعباده ببيان آياته وبيان مخلوقاته وبيان أيضا أسمائه وصفاته، إذا عرفوا الله هان عندهم حينئذ ما عداه. ولهذا إنما يؤتى البشرية بسبب الوجل والخوف والجزع وعدم الصبر والرهبة وعبودية غير الله بسبب أنهم جهلوا الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الناس في الأرض اليوم، اختلاف معبوديهم، منهم من يعبد أصنام أحجار، منهم من يعبد عقله ووهمه لأنه رأى أنه دله لصناعة وحرفة ودراية فانخدع واغتر به، منهم من يعبد البهيمة والحيوان كحال الهندوس وغير ذلك الذين يعظمون البقر، وذلك لأنهم رأوا دائرة معينة من دائرة التعظيم والكرم عليهم والغلبة فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. منهم من يعبد الفأر يقول هذه الضعيفة تنخر سدا ثم يهد على البشرية ويفرقها، لأنه رأى دائرة معينة من العظمة لا يرى إلا إياه. ومنهم من لم يرى من المشاهدات معظم فعظم شيئا من الغيبيات كالجن وغير ذلك. ومنهم من يعظم الكواكب، يرى أن لها تأثير من الشمس والقمر وخروجها، وأن لها أثر في عجلة الزمان بدقائقه ولحظاته من شروق وغروب، فإنه يتوجه إليها بالعظمة. لماذا؟ لأنه يرى أن لها أثر على البشرية. هؤلاء يعبدون ما رأوا ويتيهون في ذلك. ومنهم من لما رأى كثرة المعبودين وكثرة المعظمين، هذا يعظم هذا، هذا ويعظم هذا، جحد بالكل وألحد ولم يؤمن بوجود خالق في الكون. الله سبحانه وتعالى يعرف نفسه لعباده في كتابه، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ربه جل وعلا لعباده حتى يعرف المقدار. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أترون ما أرى؟ أتسمعون ما أسمع؟ أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. هذا تعريف من النبي عليه الصلاة والسلام ببيان كثرة المخلوقين والمعبودين لله جل وعلا، مما لو علم الإنسان حالهم لاستحقر عبوديته لله، واستضعف أيضا واستضعف نفسه من جهة قدرته، وما يرى مما يؤتيه الله عز وجل من قدرة احتقر حينئذ ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه علم من الله ما لم يعلمه غيره، وعلمه الله عز وجل بالمشاهدة ما لم يعلمه غيره، فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة، فحدثه الله عز وجل بلا فكلمه الله عز وجل بلا حجاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، يعني مما ترون من انبهار في هذه العظمة. ولهذا من رحمة الله أن الله عز وجل لا يظهر عظمته كلها للبشرية والناس. لماذا؟ لضعفهم عن استيعابها، وإنما جعلهم الله عز وجل في دائرة ضيقة. لهذا من الناس من لا يدرك إلا موضع قدميه، ومن الناس من يعيش في قرية ويظن أن الدنيا هي القرية وهي مملكة الكون، ومن الناس من يعيش في بلدة ودولة ويرى أن دولته هي أقوى الدول لا يرى غيرها، ومن الناس من يظن أن الخليقة كلها تجتمع في الأرض وما عدا ذلك لا يوجد خلق، لأنه يعيش في دائرة ضيقة من العلم، فظن أن ما عداها عدم، فيظن ما عداها عدم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعرف نفسه لعباده بسعة مخلوقاته، يعرف نفسه لعباده بسعة مخلوقاته، يأمرهم بالتأمل والتفكر. ويكفي لعظمة الله وسعة علم الله أن الله منذ أول لحظة من إيجاد البشرية أن البشرية في كل يوم ترفع جهل وتزيد علم،
ومع ذلك لا ينتهي العلم ولا ينقضي جهل الإنسان. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ليثبت الله عز وجل للإنسان أنه مهما بلغ من علم ومعرفة أنه لن يصل إلى حد من النهاية، وأنه إنما يتقلب من جهل إلى علم، أو من جهل إلى جهل إلى جهل آخر. لهذا وجب على المؤمن أن يعرف قدر الله، فمن عرف قدر الله تحقق له جملة من المنافع، أولها أن يوحد الله فلا يعبد إلا الله، ولا يخاف ولا يرجو ولا يحب أحدا في الأرض كحب الله عز وجل، وإن حب أحدا فدون ذلك، وإن تعلق بأحد غير الله عز وجل تعلق له بمقدار السبب الذي أتاه الله عز وجل إياه، وما عدا ذلك فلا يتعلق إلا بالخالق سبحانه وتعالى، فلا يخاف ولا يرجو ولا يذل ولا يركع إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه عرف قدر الله سبحانه وتعالى. ثم المنفعة الثانية أنه مهما أتى بعبادة فإنه لا يغتر بها. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعظم. قد روى الإمام أحمد في كتابه المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا خر على وجهه منذ أن ولد إلى موته لاحتقر عبادته يوم القيامة، لاحتقر عبادته إلى يوم القيامة. وجاء في رواية: لو جر، يعني جر على وجهه منذ ولادته إلى قيام الساعة في سبيل الله لاحتقر ذلك يوم القيامة. لماذا؟ لأنه رأى من عظمة الله ما لا يناسب ضعف العبودية، ما لا يناسب ضعف العبودية، لا ضعف العبادة، لأن الإنسان له إمكان، لكن مقارنة بعظمة الله سبحانه وتعالى. كفار قريش عبدوا الأصنام، جعلوا فيها وهما وتعظيما، فلجأوا إليها من دون الله، خافوها من دون الله ورجوها من دون الله، حتى الإنسان في فراشه منهم ويلتحف بلحافه ويخشى الصنم. غرس في قلبه وهما، حتى جاء في البخاري من حديث أبي رجاء أنه قال: كنا في الجاهلية نعبد الحجارة، فإذا وجدنا حجارة أفضل منها رمينا هذه وأخذنا هذه، حتى إذا كان الواحد منا في فلات أو في سفر ولم يجد حجرا احتلب شاة على تراب فإذا يبس طاف عليها. لماذا؟ لأنه إلهه هناك وله مندوب، وهذا المندوب لابد أن توجده، وهو في قلبك، واصنعه أنت. فدخلوا في وهم من الخرافة وغير ذلك، بحثوا عن معظم. الله عز وجل خلق الإنسان وجعله عابدا لا معبودا. الإنسان لابد أن يكون عابد، لابد أن يكون ذليل. خلق الله عز وجل الإنسان ليعبد. اختر إلهك، إما الله وإما غير الله وإما هواك، لابد أن تكون تستقبل هذه الثلاثة. كثير من الناس يظن أنه إذا لم يعبد الله عز وجل ولم يعبد أحدا خارجا عنه أنه تحرر وليس بصاحب عبودية. لا، أنت تعبد نفسك، أنت تعبد الهوى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إلهك هو الذي يصيرك. أنت حينما تعبد غيرك من معظم تعبده لشيء في نفسه، فتحول من نفسه إلى نفسك أنت، فعبدت نفسك. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما يدعو الناس إلى عبوديته يريد أن يحررهم من معبودين: من عبودية غير الله وعبودية الهوى، من عبودية غير الله وعبودية الهوى. ولهذا أعظم حرية للإنسان هي عبودية الله جل وعلا، والتجرد من بذل شيء لغير الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من أمر المنافع أن الإنسان يحتقر ما يبذل في جنب الله. يبذل الإنسان في جنب الله إذا عرف عظمة الله بمقدار المعظم تبذل. لماذا؟ لأنك تسترخص النفس للعظيم. الإنسان إذا كان لديه هم في قضية معينة ويعلم أنه في سبيلها سيشاك شوكة، سار إليها ولو شاكته شوكة، ولكن إذا كانت حقيرة ويعلم أنه إذا مشى إليها حافيا ولو على رخام أو على تراب لا يصل إليه أذى، ما ذهب إليها، لأنها محتقرة عنده. لا تستحق العناء أن أمشي حافي إليها. لماذا؟ لأنها ليست عظيمة، تافهة. بحث عن حذائه، إذا لم يجد حذاء ما ذهب إليها وإن كانت تبعد عنه أمتار. وإذا رآها شديدة وبينه وبينها حجارة وشوك ولأوى، فإن عزيمته تتحمل الأذى بمقدار المعظم. لهذا الناس يبحثون عن وظائف، أول ما يسأل: كم المرتب؟
كم المرتب؟ إذا جاء المرتب عاليا زاد من ذلك الجهد، وإذا كان في ذلك عاليا شديدا فإنهم حتى لو كلفوه في العمل ما لا يطيق فإنه يبذل من ذلك وسعه. لماذا؟ لأن الغاية عظيمة، لأنه يسعى إلى معظم عنده. لهذا من عرف عظمة الله ازدرى عبوديته لله، وما حصل من بلاء واختبار يستصغره في جنب الله سبحانه وتعالى. لهذا جعل الله الأنبياء أشد الناس ثباتا. لماذا؟ لأنهم أعلم الناس بالله، أعلم الناس بالله، وعرف الله عز وجل نفسه إليهم ما لم يعرف نفسه لغيره. لماذا؟ لأنهم يكابدون الدعوة ويكابدون الرسالة ويجدون من الناس أيضا أذية، فعرف الله عز وجل نفسه إليهم فعظم في قلوبهم واحتقروا ملوك الأرض وأموالها وكنوزها وإغراءها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه كنوز الأرض، وخير أيضا بين الخلود في الدنيا وأن يعطى عطاء ملوك الدنيا، أعلى ملك في الدنيا، وأن يخلد فيها، يعني ثمة خلود لا موت، أو يكون ثمة الموت، فاختار الموت ولقاء الله لأنه عرف عظمة الله ومجاورة الله. ولهذا من الناس من يحب البقاء في الدنيا لدرهم. لماذا؟ لأنه جهل الله وصغر الله عز وجل في قلبه بمقدار ذلك الدينار والدرهم. ولهذا أعظم ما يسعى الإنسان إلى تحقيقه أن يعظم الله في قلبه، وأعظم بلية وشر للإنسان أن يشرك مع الله عز وجل غيره، وأعظم من ذلك أن يتعدى الإنسان على الله بالسب أو اللعن أو الشتم، التعدي على ذات الله. وهذا ما يبلى به بعض المسلمين أو كثير المسلمين، أنه إذا غضب تعدى على الله وما عرف قدر الله، وما عرف قدر الله. ولهذا سب الله سبحانه وتعالى أعظم من الوثنية، أعظم من الوثنية. لماذا؟ لأن الوثنيين عبدوا الأصنام وعظموها بتعظيم الله، لأنهم عظموا الله، فهؤلاء عبدوا الله فصنعوا لهم أصناما، وهذا التعظيم يرون أنه فرع عن تعظيم الله، وهذا ازدرى الله كله، وهذا ازدرى الله عز وجل كله، فكان كفره أشد من وثنيه. ولهذا المجتمعات التي ينتشر فيها سب الله لو انتشرت فيها عبادة الأصنام أهون عند الله سبحانه وتعالى من أن يسب الله، بل لو أن الإنسان ألحد أهون كفرا من سب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا نفى علمه بوجود خالق، وهذا أثبت الخالق وسبه، نوع من العناد والمكابرة والتحدي لله جل وعلا. ولهذا نقول إنه من أشد، إذا لم يكن أشد أنواع الكفر، هو التعدي على ذات الله عز وجل بالسب والشتم وغير ذلك. وهذا ما يفعله بعض المنتسبين للإسلام للأسف، الذين يسبون الله عز وجل في حال غضبهم ونحو ذلك، وعذرهم أنهم يقولون أني لا أقصد هذا أو غير ذلك. لكن لو سببت والدك وقلت أني لا أقصد هذا، هل يقبل منك ولا لا يقبل منك؟ إذا سببت حاكما في وسيلة إعلامية أو في مجلس وقلت أنا غضبت ولا أقصد هذا، هل يقبل منك ولا يقبل منك؟ لا يقبل منك هذا. لماذا؟ لأنك ما عرفت قدر الله، ولو عرفت قدر الله ما تفوهت بسب الله، ما تفوهت بسب الله. ولهذا تضعف عظمة الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان، تضعف العبودية في قلب الإنسان حتى تتلاشى، ولا يعرف الإنسان من قدر الله عز وجل شيئا فيسب الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. هذه الأمثلة التي ضربها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه حال العمل يضعف عمل الإنسان حتى يتلاشى، حتى يتلاشى، أو يبقى منه ذرة يسيرة، وذلك لأنه حال فعله ضعف عنده الآمر، فيبقى منه جذوة يسيرة من الإيمان تثبت له أصل إيمانه. وأما من يسب الله عز وجل لا يوجد من إيمانه شيء. ولهذا علينا أن نحيي عظمة الله في قلوبنا، وأن نعرف مقدار الله جل وعلا. وما يفقده الإنسان في سبيل الله أو في هذه الدنيا، إذا عرف الخالق وهبك الله المال وأنزل عليك بلاء فتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أنا ومالي وولدي وكل من في الدنيا لله، أخذ بعضا وأنا كله أنتظر المصير إليه، أنا أنتظر المصير إليه، فأخذ مني شيئا وأنا كلي إليه. فإذا أخذ ولدك
فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني جميعنا، ولو شاء منا ولو شاء أن يأخذنا كلنا لكان ذلك خير. ولهذا أعظم ما يوفق إليه الإنسان هو أن يعظم الله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل حينما ضرب المثل لمن عبدوا الأصنام والأوثان يقول هؤلاء أن هؤلاء لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا، بل هو ما أشد من ذلك، حينما تأتي الذبابة تطير إلى إناء أحدهم ثم تشرب أو تستل من طعامه ثم تذهب، هل يستطيع أن يخرج طعامه ويستله من هذا الحشرة الضعيفة؟ لا يستطيع، ضعف الطالب والمطلوب. والعلة في هذا، ما الذي صيرهم بعبادة الأصنام؟ ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. لهذا وجب علينا أن نحيي عظمة الله عز وجل. وكيف تتحقق عظمة الله في قلوبنا؟ أن نتعرف إلى الله بما عرف به نفسه في كتابه، نتعرف لأسماء الله وصفاته وما ذكره الله عز وجل في كتابه العظيم، نتعرف إلى الله بما جاء في كلام الله، في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعريف بالله وبآيات الله وغير ذلك من الدلائل والبراهين، أن نتعرف لله أيضا بالنظر إلى مخلوقات الله، الكون من السماوات والأرض. يتعرف الإنسان لله بالنظر إلى نفسه، وفي أنفسكم ألا أفلا تبصرون. يتعرف الإنسان لله بمقدار ما يجهل في الماديات، بجهله وخفاء العلم عنه، من يعلم هذه المعلومات؟ من ركب في هذا الكون ذلك النظام السببي المنتظم الذي لا يخرج عن سببيته أحد، دقة وإحكام في صنعة الكون. وهذا ما يعطي الإنسان قوة وإيمانا واعتمادا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا عرف قدر الله جل وعلا ازدرى نفسه وعرف كثيرا من الحكم التي لأجلها الله سبحانه وتعالى لا يعاقب أو لا يثيب أو لا يجازي أو غير ذلك من تصرفات الله عز وجل في الكون. بعض الناس، وهذا يشيع عند كثير من الناس، يقال أن الله سبحانه وتعالى يسبه فلان ويلعنه فلان ويستهزئ به فلان ويقطع مصحفه وكتابه فلان، ثم لا يعاقب الله عز وجل فلانا ولا ينتصر لنفسه. وبعضهم يدفعه ذلك إلى ماذا؟ إلى الإلحاد. يقول لماذا لا ينتصر الله عز وجل لنفسه؟ لماذا؟ الإنسان جهل عظمة الله وظن أنه كنفسه، إذا عوقب ينتصر لنفسه. الإنسان حينما يؤذيه حقير، شخص جاهل أو غير ذلك يقوم بأذيته، لا ينتقم منه إلا بمقدار عظمة الذي أمامه. وأعطيكم مثال على هذا، لو وجدت طفلا صغيرا عمره 3 سنوات وأنت خارج من منزلك، ثم توجه إليك بسبه وقال يا كذا ووصفك بوصف حيوان أو غير ذلك، هل تنتقم منه بضربه؟ لا، ربما تعطيه حلوى. لماذا؟ لأنك ترى نفسك أعظم من أن تضع عقلك وأنت إنسان في هذا الصبي الصغير. لكن إذا سبك رجل عمره 20 أو 30، هل الأمر يختلف أو لا يختلف؟ يختلف. لماذا؟ بدأت الندية وبدأ الانتصار، وترى أنك إذا لم تنتصر لنفسك أنك ازدريت نفسك. الإنسان في ما يصيبه مثلا في الدنيا من لأوى أو شدائد، تأتيه مثلا بقة بعوضة تأتي إليه وتلدغه ثم يطير، هل الرجل بجسمه وكبرياءه يقوم إليها يخبطها، أم يرى أنها لا تستحق منه هذا إن وجدها قريبة وإلا تركها؟ تأتي إليه نملة، وربما النملة تقول أني أتيت إليه ولدغتها ولم يشعر بهذا، هل يقوم مثلا بتتبعها بخبطها أو نحو ذلك؟ يرى أن نفسه ماذا؟ وربما هي عند نفسها بالنسبة للإنسان تقول فعلت فيه ولم ينتصر لنفسه، ترى أنها آذته ولم تلحق بهذا. الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل لا تبلغه أذية أحد ولا يتأذى بأحد، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، إن سببت الله فإن الله عز وجل لا يبلغه ضر. لهذا النبي الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي، يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا ضري فتضروني، إن سببت الله فالله عز وجل ما ينتقم منك لأنه لم يتألم منك ولم يتأذى منك. ولهذا إذا كان الإنسان لا ينتصر لنفسه من بعوضة، فأنت ودنياك كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة،
لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فإذا تعديت على الله سبحانه وتعالى ولم ينتقم الله عز وجل منك فهي إمهال لا غير، فهي إمهال لا غير. فلم تؤذي الله حتى ينتصر الله عز وجل منك وينزل عليك العقوبة الفورية. لماذا؟ لأنك عرفت عظمة الله وعرفت مقداره وعرفت من هو الله ومن هي مخلوقاته، أن الله عز وجل لا يلحق بك أذى لمثل هذا لأذى، لأنه لم يتأذى منك، لم يتأذى منك مهما فعلت. لهذا بمقدار معرفة الإنسان لعظمة الله يرزق الإنسان اليقين، وبمقدار ضعف عظمة الله في قلب الإنسان يضعف ويظن الإنسان أن علم الله سبحانه وتعالى وأن الله جل وعلا من جهة علمه وإدراكه وإحاطته كحال علم الإنسان وإدراكه وإحاطته. إذا تأذى الإنسان من السب يظن أن الله يتأذى من السب ولا بد من الانتصار. لماذا؟ هذا يظن أن الله كحال الإنسان وكحال البشر، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن عظم الله عبد الله حق عبادته، فأدى العبادة كما يريد الله، ثم أيضا أداها في حال السر كما يؤديها في حال العلانية. كما يؤديها في حال العلانية يتعبد الله في قيام الليل، إذا أغلق بابه ولا يراه أحد تعبد لله كأنه في جماعة المسلمين وكأنه أمام الناس. لماذا؟ لأن الله عز وجل عظم عنده فاحتقر كونه وحده أو كونه عند آلاف الناس. لماذا؟ لأن العظمة في قلبه. منها أيضا أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي حتى لو خلا بنفسه، خلا بنفسه. لماذا؟ لأن الرقيب هو الله. إذا ضعفت عظمة الله عز وجل في قلب الإنسان وخلا بنفسه وقع في المحرمات، رأى أن الناس لا يرونه في مال حرام أكل المال الحرام. لماذا؟ لأنه لا يراه أحد ولا يوجد دليل وبرهان عليه، ضعف عظمة الله في قلبه. إذا رأى أن الناس لا يرونه في نزوة أو نظرة أو غريزة أو مطعم حرام تناول ذلك وأخذه. لماذا؟ لأنه من جهة الحقيقة عظم المخلوقين ما عظم الله سبحانه وتعالى. ولهذا الذي يعظم الله جل وعلا يقوم بعبادة الله في حال السر وفي حال العلانية على حد سواء. ولهذا علينا أن نعظم الله عز وجل حق تعظيمه، وأن نعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته بالأسباب التي عرفنا الله عز وجل بها حتى نصل إلى معرفته على وجه الحقيقة. ومن الأمور أيضا المنافع في أمر تعظيم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا نزل به بلاء أو نزل به كرب لا ينتكس عن الحق الذي هو فيه. بعض الناس يظن أن الله عز وجل إذا جعله من أهل الحق أو من أهل الخير أو من أهل الولاية أو أهل الطاعة أن الله عز وجل لا بد أن يسلم له الدنيا، فلا يلحقه أذى ولا يلحقه شيء، وهذا جهل بالله سبحانه وتعالى وسنته الكونية. فالله سبحانه وتعالى يسلم، يعطي الإنسان دينه ويوفقه إلى الخير، ولكن قد ينزل الله عز وجل به شيئا من البلاء، ينزل الله عز وجل به شيئا من البلاء. فإذا نزل به البلاء صاحب العظمة لله لا ينتكس ويثبت على طريقه. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا البلاء من الله. وأما ضعيف الإيمان ومن ضعفت عظمة الله عز وجل في قلبه انتكس وذهب عن بحث عن طريق آخر عن آراء، أو اضطر بكثرة الناس، كان اليوم معه آلاف الناس ثم وجد الناس التفوا هناك ذهب مع أولئك. لماذا؟ لأنه من جهة الحقيقة يتبع الكثرة ما يتبع عظمة الله. ومن عظم الله عز وجل في قلبه كان مع الله ولو كان واحدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة، يعني أمة واحدة، ما تحمله الأمم من تعظيم الله أوجده الله عز وجل في قلب خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما ضره أقبل الناس عليه أم أدبر؟ أقبل الناس عليه أم أدبر؟ لماذا؟ لأن الحقيقة وقطب الرحى والثبات وجد في قلبه، فأوجد لديه ثقلا ولا يغتر بذهاب الناس عنه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن عرف الله حق معرفته وقدره حق تقديره وعبده حق عبوديته. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهنا رسالة أوجهها إلى الأخوات الفضليات. الله سبحانه وتعالى
كرم المرأة ودلها إلى الصراط المستقيم، وجعل لها قدوات صالحات، بيّن لها أحكام الدين وأحكام الشريعة، وبيّن لها مكائد النفوس ومكائد أهل الأهواء والشبهات والشهوات في إضلالها. أعظم مكيدة في زماننا تراد في المجتمعات هي المكيدة إلى المرأة، المكيدة الموجهة إليها، وذلك بعقيدتها وعفافها وفطرتها وحجابها وسترها. كل هذه الأشياء المتنوعة تغزى بها المرأة لتعرف عن طريقها ومنهجها. لماذا يهتم بها؟ لماذا؟ لأنها إن وقع فيها التأثير تأثر الرجل، ولكن إذا تأثر الرجل لا يلزم من ذلك أن تتأثر المرأة، وهذا هو مشاهد. فتأثير النساء على الرجال أكثر من تأثير الرجال على النساء. فإذا امتثلت المرأة ما أمر الله عز وجل به، حجابها عفافها وسترها واستقامتها ودينها وعدم اختلاطها بالرجال، هداها الله سبحانه وتعالى، وهدى الله عز وجل أيضا المجتمع وثبت وكان مجتمعا متماسكا على الحق والهدى. أسأل الله عز وجل أن يستر أخواتنا وأن يثبتهن على الحق وأن يهديهن إليه وأن يعيدهن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفيهن شر خصومهن وأعدائهن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.